نشرة إخبارية من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، يترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعروضا منها الوضعية الصحية المتعلقة بوباء الدفتيريا والملاريا بالمناطق الحدودية في الجنوب، مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة، شروط وإجراءات واعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بالإضافة إلى ملفات متعلقة بالحياة اليومية للمواطن. أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، تطرق فيه إلى العديد من الملفات والقضايا ذات الشأن الوطني الإقليمي والدولي. رئيس الجمهورية كشف أنه نزولا عند رغبة المترشحين الثلاثة تم الأمر ببدء التحريات الدقيقة حول توضيح ماهية المؤثرات والتصرفات الشخصية حول ما جرى في الانتخابات السابقة، لأن الجزائر مقبلة على انتخابات بلدية وولائية معقدة تتطلب معالجة الأوضاع. هو نزولا عند رغبة المترشحين الثلاث أمرنا ببدء في تحريات دقيقة لاستفسار أولا وتوضيح يعني ما هي المؤثرات، ما هي التصرفات الشخصية، ما هي بالنسبة للشيء اللي جرى. إن شاء الله لما تكون فيه باش نعالج الأوضاع، لأن احنا مقبلين على انتخابات معقدة بلدية وولاية وين تمتاز بعشرات الآلاف تاع المترشحين. إذا كان الآلة ما كانتش يعني في مستوى المطلوب لازم مراجعة. السيد الرئيس كشف أنه سيتم إرساء حوار وطني جاد لتحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة بين أبناء الشعب الجزائري نهاية 2025 أو بداية 2026، وأكد أن أولوية الأولويات إنقاذ الاقتصاد الوطني وجعل الجزائر في مناعة نهائية بالنسبة لتحولات العالم. أنا بالنسبة للحوار الوطني قلت أثناء العهدة، ما قلتش غدا ولا من على شهرين ولا ثلاثة، لأن فيه أولويات هو إنقاذ الاقتصاد الوطني، جعل الجزائر في مناعة نهائية بالنسبة للتقلبات اللي في العالم حاليا اقتصادية وغيرها، ثم نفوت قلت لبناء ديمقراطية حقة، مش ديمقراطية تاع الشتم والتشكيك وإثارة الشغب، وهذه ماهيش ديمقراطية، هذه فوضى. أنا سبق لي وتلاقيت مع الأحزاب كلهم، الأحزاب اللي عندها تمثيل شعبي في مستوى البلديات ولا الولايات ولا مستوى الوطني، بدينا الحوار نزيد نتموه ونوسعوه. رئيس الجمهورية أكد أن الإعلان عن الحكومة الجديدة سيكون قبل نهاية السنة بأحسن الكفاءات الوطنية. الحكومة إن شاء الله إذا وفقنا الله عز وجل أنني نبحث على أكبر كفاءات وأحسن كفاءات في البلاد هذه. تكنوقراطية يعني؟ ماشي بالضبط، يعني عندهم تجربة وقادرين يفيدوا البناء هذا، تعرف شنو؟ لأن أحزاب ما نمنعش أنا باش يكون واحد من الناس ذو كفاءة باش يكون منتمي لحزب الآخر، ماهوش لأنه منتمي لحزب نقصه. رئيس الجمهورية أوضح أنه في هذه السنة وصلنا إلى تغطية 80% من حاجيات القمح الصلب. سنة 2024 وصلنا إلى تغطية 80% تاع حاجياتنا من القمح الصلب، لأن باش نوصل 100% سهل، خطوة
تتطلب مجهودات وتتطلب ذكاء وتتطلب إمكانيات ربما، هذه كل شيء لازم نسخرها للقطاع الفلاحي. السيد الرئيس أكد أن ارتفاع أسعار البن جعل الدولة تتحمل الفارق في الأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، ولكي لا يشعر المواطن بارتفاع أي مادة من المواد الغذائية. ما أنا شخصيا تابع يوميا أسعار المواد، أسعار هذه لكانش فيها ارتفاع لكانش فيها كذا، حتى نعوض من الخزينة باش ما نخليش المواطن يشعر باللي مادة من المواد ارتفعت صبحت ماهيش المتناول تاعو، لأن التزمت أن القدرة الشرائية بالأخص بالمواد الأساسية ما لازم يلقى راحة، وحتى لما نشوف باللي فيه نقص في الإنتاج نستورد حينا. رئيس الجمهورية أكد أن الدولة وضعت الأسس للرقابة بفضل الرقمنة. دولة قوات ووضعت الأسس للرقابة، نواصلوا اليوم ماشيين للرقمنة. الرقمنة تخليك ماشي مفضوح ولكن تخليك معروف لدى أجهزة الدولة، واش عندك واش ما عندكش، واش تصدر واش ما تصدر إلى آخره. احنا اللي يحب يصدر، انا قلت اللي يحب ينتج الزيت ويصدر احنا نعاونه، اللي يحب ينتج السكر ويصدر احنا نعاونه، حبي تنتج القمح وتصدر بعد طبعا يعني بعد ما تلبي الحاجيات تاع الوطن، هذا هو الاقتصاد. اما انا استورد وانت تصدر، لا، احنا ما الامور ما تمشيش. السيد الرئيس كشف وجود خطر حقيقي على الجزائر وشكوك بشأن بعض من دخلوا البلاد بجوازات سفر مغربية، وهو دفاع عن النفس وليس إجحافا في حق أشقائنا المغاربة. نحن بهمنا شيء أمني، لأن عندنا شكوك أن فيه بعض منهم جاء دخل عندنا بجوازات سفر مغربية. جواسيس؟ ممكن ماهوش بالضرورة. احنا واش يجي يدير عندك؟ هو من الأجهزة تاع المخابرات ولا الأجهزة العسكرية ولا واش يجي يدير عندك باش يشوف وهران، يمشي يشوف الميناء تاع وهران، يشوف هذه ويشوف مرسى الكبير ويشوف هذه ويشوف وبجواز سفر تاع دولة عربية اللي تحت اللي عندها الحق تاع المرور بدون تأشيرة بدون كذا. خطر حقيقي على بلادنا. الدول الأخرى المغاربية، احنا لحد الآن أشقاء الليبيين يجولوا يدخلوا يخرجوا، التوانسة نفس الشيء، الموريتانيين نفس الشيء. هو دفاع النفس ما هوش إجحاف في أشقائنا المغرب. أما الشعب المغربي، أنا قلتها وزيد نكررها، شعب شقيق. الشعب المغربي احنا ما نكنوا له إلا المودة، ونتمنوا له إن شاء الله يخرج منا المرحلة اللي فيها سلام. رئيس الجمهورية أكد في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام أن الجزائر عاشت إبادة حقيقية إبان الاستعمار الفرنسي، ونحن نطالب بالحقيقة التاريخية وفقط. تتعرف باللي الجزائر مقاومة دامت 70 سنة، 70 سنة بملايين الضحايا. بعض القبائل تاعنا وبعض القرى ما بقاش منها رضيع. فهمني كيفاش نعلي دخلت الجزائر، كنا حوالي 4 ملايين. بعد قرن ونص بالتقريب، قرن و 32 سنة خرجت، كنا مام با 9 ملايين. هي جينوسيد. وعندك محاضر. احنا وندوموند لا فيريتي هيستوريك. وهل تطالبون بالاعتراف بجرائم الاستعمار؟ هذا ما كان. أنا نهار اللي بديت نتحدث في الأمور هذه مع الرئيس ماكرون، قلنا نفتحوا صفحة جديدة، ندرو فونداسيون دي رولاسيون الجيرو فرونسيز، ما نخليش أقلية عندك تتحكم في التاريخ، أقلية اللي تكره الجزائر. احنا رانا مع الحق. استعمار فات وتحررنا والحمد لله، واستقلالنا تقام غالي ونكون مستقلين ونعاود نبنوا دولتنا من وكذا وهذه، ولكن
ما تحرفش التاريخ. انا ما كنتش حمايه ولا محميه تاعك، اذا هذا تاريخ، هذا ما نحرفش التاريخ. بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية، هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين رئيس الجمهورية، مؤكدة أن انتخابه لعهدة رئاسية جديدة يأتي في مرحلة هامة للعلاقات الجزائرية الأوروبية ومصلحتها المشتركة، معربة عن التزامها الشخصي وكذلك المفوضية الأوروبية للعمل معا. كما تلقى رئيس الجمهورية رسالة تهنئة من رئيس جمهورية مدغشقر السيد أندري راجولينا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، عبر له فيها باسمه وباسم شعب مدغشقر عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح. رئيس مدغشقر أكد للسيد رئيس الجمهورية أن تزكية الشعب الجزائري له تمثل شهادة ثقة لكفاءته في قيادة البلاد، مبرزا إرادته في العمل معا لتمتين علاقات التعاون والصداقة بين الشعبين بما يجمعهما من روابط تاريخية قوية. هنأ رئيس وزراء بلجيكا السيد ألكسندر دوكرو رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إثر انتخابه لعهدة رئاسية ثانية، متمنيا له كل النجاح في مهامه السامية. رئيس وزراء بلجيكا عبر عن أمله لتقوية العلاقات الممتازة بين بلجيكا والجزائر خلال العهدة الرئاسية الجديدة للسيد رئيس الجمهورية. تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة من رئيس جمهورية التوغو السيد فور غناسينغ بي، عرب له فيها باسمه أو باسم الشعب والحكومة واسمه الخاص عن تهانيه الحارة بمناسبة فوزه بعهدة رئاسية جديدة. كما أكد الرئيس التوغولي للسيد رئيس الجمهورية قناعته للمضي معا بعلاقات الصداقة والأخوة التي تربط البلدين إلى الامتياز بما يخدم الشعبين الجزائري والتوغولي. كما تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من فخامة الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة جديدة جاء فيها. فخامة الرئيس عبد المجيد تبون المحترم، نتقدم إليكم باسم الشعب العراقي وباسمنا شخصيا بأحر التهاني، مقرونة بالأمنيات الصادقة التوفيق في مهامكم، دعينا الله تعالى أن يمن عليكم بموفور الصحة والنجاح وعلى شعبكم الشقيق بالخير والرخاء. إن انتخابكم للمرة الثانية يجسد ما تحظون به من ثقة وتقدير عاليين لدى شعبكم الكريم، وذلك بما تتحلون به من كفاءة وخبرة سياسية طيلة مشواركم المهني. ختاما نود أن نجدد لفخامتكم حرص العراق على مواصلة التعاون المشترك وتطوير العلاقات المتبادلة لما فيه الخير لبلدينا في مختلف المجالات. كما هنأ صاحب السمو الملكي هنري الدوق الأكبر للوكسمبورغ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لإعادة انتخابه لعهدة جديدة. وبهذه المناسبة جدد الدوق الأكبر للوكسمبورغ أسمى عبارات الصداقة من مملكة لوكسمبورغ إلى الشعب الجزائري. ترسيخا لأسس التمكين الاقتصادي في ضوء القواعد والعقود والأطر التنظيمية للتمويل الإسلامي، افتتحت اليوم ورشة لتطوير المالية الإسلامية والتمكين الاقتصادي في الجزائر بإشراف وزير المالية العزيز فايد، الذي أكد أن الجزائر تولي أهمية بالغة لعصرنة هذا القطاع ليواكب الابتكار والتكنولوجيا، حيث اختارت الجزائر العمل مع المنظمات الدولية
والعربية، منها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تملك خبرة وكفاءة كبيرة، وذلك من أجل تطوير مجال الصيرفة الإسلامية. وزير المالية أبرز بالمناسبة أنه منذ 2020 عرف مجال الصناعة المالية الإسلامية تطورا كبيرا في بلادنا، لما توليها السلطات العمومية من اهتمام كبير لهذا المجال. تشير الأرقام إلى أن مجال الصناعة المالية والإسلامية قد تطورت بشكل إيجابي منذ تاريخ إنشائه في الجزائر، بحيث تقوم حالياً البنوك بالتسويق عدة منتوجات إسلامية ابتكارية تتلائم مع احتياجات الزبائن في مجالات المرابحة، المضاربة، المشاركة وغيرها. كذلك هي تشارك اليوم في التمويل الاقتصاد عامة والاستثمار خاصة، فقد بلغ عدد البنوك التي تسوق المنتجات الإسلامية اليوم إلى 12 بنكا. طلب على الصرف الإسلامية أصبح عالي ويزداد طبعا في الدول العربية والدول الإسلامية، وأيضا في الدول غير الإسلامية حتى في الدول الأوروبية. وهذا سوق التمويل الإسلامي سوق كبير، ونحن في البنك وخصوصا في معهد البنك الإسلامي للتنمية يعني نقدم خدمات بناء القدرات والتدريب والتطوير لدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وهي عبارة عن 57 دولة. وقصد التعريف بحاضنات الأعمال ودورها في مرافقة الطلبة حاملي المشاريع لإنشاء مؤسساتهم المصغرة، انطلقت بجامعة الجزائر واحد أيام تحسيسية لفائدة الطلبة المهتمين. الفضاء كان فرصة للطلبة لطرح أسئلة واستفسارات حول المؤسسات الناشئة وبراءات الاختراع والتأطير والإشراف والتدريب لتحويل الأفكار إلى مشاريع مبتكرة. وفي آخر التطورات بالأراضي الفلسطينية، ارتكب الاحتلال فجر اليوم مجزرة مروعة في دير البلح وسط القطاع إثر قصف طال مسجدا يؤوي نازحين أمام بوابة مستشفى شهداء الأقصى، مما أدى إلى استشهاد 21 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، فيما تم انتشال شهيدين إثر غارة استهدفت مدرسة في أزويدة بالمنطقة ذاتها. إلى ذلك أعلنت قوة الاحتلال عن تطويق منطقة جباليا شمال القطاع لشن عملية عسكرية جديدة، كما أصدرت قوة الاحتلال أوامر إخلاء قصرية للمدنيين في محافظتي جباليا وبيت لاهيا. في لبنان يواصل الكيان الصهيوني عدوانه، حيث استهدف فجر اليوم منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت. هذا واستشهد أمس 4 أشخاص من عائلة واحدة في قصف طائرات الاحتلال مبنى سكنيا في مخيم البداوي شمال البلاد، كما تعرض محيط مستشفى في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان لسقوط 4 قذائف مدفعية، وأسفر عن وقوع إصابات في صفوف الكادر الطبي وطواقم الإسعاف. إلى ذلك قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني قرى وبلدات شرق وجنوب البلاد، ما أسفر عن ارتقاء عشرات المدنيين وإصابة المئات، ناهيك عن الدمار الكبير الذي لحق بالمباني. في الشأن الصحراوي، لقي قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يبطل اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والمتعلقة بالثروات المستغلة في الأراضي الصحراوية المحتلة، لقي ترحيبا وارتياحا كبيرا لدى الصحراويين الذين نظموا وقفات ترحيبية بمخيمات اللاجئين الصحراويين، واصفين إياه انتصارا للشعب الصحراوي في هذه المعركة القانونية، وامتدادا لسلسلة الانتصارات الدبلوماسية التي باتت تسجلها القضية الصحراوية، مؤكدين على مواصلة النضال إلى غاية الاستقلال. اليوم يوم احتفال الشعب الصحراوي ولحلفائه وأصدقائه وعلى رأسهم دولة الجزائر حكومة وشعبا، لأنها وقفت طيلة أكثر من 50 سنة مع حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.
المحكمة الأوروبية في قرار نهائي من أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي أكدت أن الشعب الصحراوي سيد على ثرواته. موفقين لهذا الانتصار الذي وقعت فيه على المحكمة الأوروبية، على التضامن على من أبنائنا الذين شاركوا في هذه المحكمة وتقدموا بكامل التقدم. نحن نفتخر كصحراويين. حققت القضية الصحراوية مكسب يعبر عن موقف للاتحاد الأوروبي من خلال المحكمة الأوروبية وقرارها التاريخي واللي إلغى وثبت أن الاحتلال المغربي قوة مستعمرة معزولة دوليا بمقتضى القانون الدولي والإنساني. في الرياضة، تتواصل اليوم مباريات الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة لكرة القدم، أبرزها تلك التي تجمع النادي الرياضي القسنطيني ومولودية الجزائر. ختام النشرة، ألقاكم في نشرة الخامسة، السلام عليكم.